صباح الرياضة وصباح النشاط لكل المتابعين عبر هذا الصباح، وعودناكم في كل ثلاثاء نكون حريصين نستخلص مدار حول الساحة الرياضية، واليوم سعيدين جدا أن يكون ضيفي في هذا الصباح الصحفي الرياضي والمحلل الأستاذ أيمن كبوش. أهلا وسهلا بك أيمن وصباح الخير عليك. مرحب بك يا أنسام ومرحب بمتابعي ومشاهدي قناة الشروق. هي المرة الأولى لي أنه أنا أظهر عبر القناة، دي إطلالة جميلة ويكون ظهور صباح يعني. نحن كنا دائما بندعب انه لما يكون عندك محكمة دائما يحددوا لك الصباح، كنا عشان كده بندعب من المحاكم بتاعت النشط بسبب انك تصحى الصباح. ونحن ليلة جبناك الصباح، ده النشاط وده الرياضة، الرياضة مع صباحية كمان يعني من كبار. بس أنا شايل الجانب الإيجابي في المسألة دي، في أنا الموضوع ده فيه نشاط. أنا لقيت المسألة دي هي ذاتها، نحن صحيح بنصلي الصبح حاضر، لكن بعد الصبح بتنوم ليل منتصف النهار يعني. لا، ذاك المزالة صعبة الليلة كانت. نحن سعيدين وأنا سعيد يعني أيضا أنك تطل عبر صباح الشروق وعبر إطلالة لك صباحية. وخلينا نشوف الجدل الكبير ما بين في أولى تحليلنا الصحفي والأوضاع الفنية والإدارية بنادي الهلال بعد حسم الجدل الصيني وقع رسميا في كشوفات الهلال. بطبيعة الحال هو لاعب الهلال يعني وابن الهلال وعاد لبيته، رغم صحيح كان في جدل يعني. لاعب شاق، مسألة شاقة جدا انك انت تفسخ عقد من نادي كبير ايضا زي المريخ عشان تنتقل للهلال. صحيح هو مسيرة اللاعب فيها الكثير من الاشياء اللي بتستحق التوقف، ولكن دي حاجة مفروض جمهور الهلال يتعامل معها باعزاز كبير جدا، انه لاعب فسخ عقده وعشان ينتقل للهلال. المسألة دي أيضا اللاعب محتاج لأنه هو يقعد مع نفسه يراجع مسيرته، لأنه يعني جمهور الهلال الآن سعيد جدا بعودة اللاعب، لأنه لاعب مقاتل، لاعب صغير في السن، ابن الهلال، ولاعب بكل الأشياء دي، مع أنه ما لاعب في خانات أيضا يعني، دائما ما قاعد تصنع نجومية. نعم، ولكن الناس يلاقوك بهذا الترحاب. المسألة دي المفروض أنت تتوقف عندها وتصحح مسيرتك لقدام، ومكانك محجوز بانك انت تكون من لعيبه الصف الاول في السودان. بعد الترحيب الكبير من المشجعين ومع كل محبي الهلال لعوده اللاعب، شنو الممكن يترتب من هذه الصراعات او صراعات الاداريه، او شنو اللي بيترتب اداريا لعوده اللاعب؟ لا، وما في صراعات، هو اصلا في النهايه القضيه قانونيه. اللاعب مطالب بانه يعمل طلب فحص للجنه الاستئنافات، والان سجل للهلال بناء على قرار قانوني ايضا من لجنه اوضاع اللاعبين، هي اللجنه التي يعني استأنفت القرار بتاع انه قبلوا استرحامه. نعم، فبالتالي هي وافقت على انه اللاعب يتسجل في النادي الذي يرغب فيه، يعني اذا كان الهلال اي نادي ثاني، طالما سجل دي خطوه ايجابيه لتجير لصالح اللاعب. المساله الثانيه انه اللاعب حيعمل طلب فحص للجنه الاستئنافات ويقدم اوراق جديده او تفاصيل جديده تشفع له في انه هو يقبل استرحامه. بعد ذاك اللاعب اسي وقف 3 شهور، فبالتالي هو لاعب صغير في السن، الهلال عنده مشاركات افريقيه، اللاعب ذاته على المستوى الوطني المنتخب محتاج له، فبالتالي انا اتمنى انه هو الناس يستجيبوا لكل التفاصيل دي ويقبل انه هو اللاعب يعود لممارسه نشاطه. يعني نحن دائما مع ممارسه نشاط اللاعب يعني. نبارك له العودة وأيضا لكل جماهيره اللي بيحبوه من الهلالاب. لكن خلينا نشوف القطاع الرياضي بالهلال ينفي ما يثار حول الانتدابات في ملف الإحلال والإبدال بين التأكيد والنفي. والله شوفي ماما، أحيانا الأشياء دي فيها يعني الصلاة فيها سر والجهر، كذلك العمل، أي عمل فيه سر وفيه جهر. القطاع الرياضي قد يكون انزعج جدا من المعلومات اللي بترد، وانا واحد من المتهمين في انه انا ما قاعد اسرد، عشان اليوم انا قاعد اكتب اخبار انا بكتب اخبار. بعد ذاك يعني قالوا دائما المتغطي بالليل او المتغطي بالظلام عريان، صحيح، ده في الامثال السودانيه. عشان كده الايام بتثبت اذا كان القطاع الرياضي صحيح او التسريبات صحيحه. واحيانا انت في لاعب بيطلع من بلده ويركب الطياره والناس يكونوا متابعيه وبيجي السودان، بيستبعد بسبب الفحص الطبي لاي اسباب كانت، فبالتالي الصحافه قاعده تجتهد والاعلام بيجتهد والصفحات بتجتهد والمواقع بتجتهد والصحف ايضا تجتهد في ان تقدم خدمه صحيح مهنيه لمتابعينها.
فبالتالي المسألة دي موضوع نفي إنه اللي والله الشاطب كل التسريبات حصل ولا ما أو حصل كل الأخبار اللي بتريد دي حاجات بتكشيف الأيام إنه إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة. لكن الناس بيكتشفوها دائما من كتاباتكم الصحفية الرياضية. آه يكتشفوها وبعد ذلك يجي لقطاع الرياضة. أنا ما أعرف ينفي. يعني هو ما كان محتاج لإنه ينفي. نعم. ولكنه نفى، طالما إنه نفى خلاص ننتظر. أنت برضو حتنفوا ولا حتكونوا منتظرين لحد ما يجي التأكيد؟ بعد ذلك في حاجات اتكتبت الأيام بتثبت إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة. خلينا ننتقل كمان لمدرب الهلال، رؤية تحليلية حول ما قدمه كنغولي الهلال فلوران في الصف الأول والانتقادات التي وجهت له حول المباراة بين اللاعبين، هل فعلا قال ملف الإحلال والإبدال بين المدرب يعني مثلا؟ شوفي من الناس المهنة التدريب أيضا هي مهنة علم عندها تقاليد وعندها أعراف عالمية الناس متفق عليها، إنه المدرب من 6 أسابيع في المنافسة أو من خلال الإعداد يكون وصل لرؤية واضحة حول اللاعبين اللي ممكن يلعبون أساسيين. يعني في كل الدنيا المدرب بيثبت قائمة أساسية، لكن المفاجأة كانت في إنه مدرب الهلال حتى الأسبوع بعد الأسبوع العاشر هو ما وصل لتشكيلة أساسية. قد يكون عنده فلسفة، أيضا المداورة عندها إيجابياتها وايضا عندها سلبياتها. من الايجابيات انك انت بتدي كل اللاعبين الموجودين عندك فرصتهم في المشاركه، انه يشاركوا وين يلعبوا، تصل لنتيجه منصفه يعني. منصفه في حق اللاعب، انه والله اللاعب ده انا اديته فرصه كلها لعب كل، يعني لما تجي فتره التسجيلات لما تقول استغنى عن فلان او علان بتبقى انك انت ما ظلمته، اديته فرصته تماما في انه شارك. الحاجة الثانية الحاجة السلبية إن هي ما بتقدر تخلق انسجام المطلوب، يعني الفريق ما بيصلي انسجام، بدليل إنك أنت في آخر 4 مباريات لما ثبت التشكيل إذا كان يعني بإرادة المدرب أو بعدم إرادته في إنه عنده لاعبين طلعوا من الغايمة، إنه 5 لاعبين سافروا مع المنتخب، بعد ذاك التشكيل حصل له استقرار خاصة في منطقة متوسط الدفاع، يعني استبعد الاثنين الأجانب، لعب الاثنين الوطنيين اللي هم الطيب عبد الرازق وإيرينج، بعد ذاك الهلال ما دخل فيه ولا هدف في 4 مباريات، مع انه عدد الاهداف 12 ولا 13 هدف في الدوري الاولى فقط بالنسبه لمستوى الهلال، ده رقم مخيف جدا، انه هو المفروض الجهاز الفني يراجع اوضاعه الفنيه. نعم. ولو على مستوى المنطقه الدفاعيه، يعني الناس بعد ذاك طلعوا انه والله رؤيتهم صحيحه في انه هي المداوره كانت خصما على الهلال وليست اضافه. بعد ذاك ثبت التشكيل، بدأ الهلال يستعيد عافيته على مستوى النتائج ومستوى الأداء ومستوى استقرار خط الدفاع. نعم. خلينا نشوف الأخبار المدولة باستغناء الهلال عن بعض العناصر الشابة، هل سيذهب حصاد مشروع العليقي إلى المريخ؟ وكلها هي أخبار متداولة، ولو ملاحظ الأخبار الرياضية دائما أخبار متداولة. وشوفي يعني احنا في بعض الاشياء نقولها على سبيل الاستهلاك، وبعض الاشياء بنكون احلامنا فيها نحن دائما في السودان كبيره جدا، ولكن اذا جينا نتكلم عن المشاريع القاعد يحصل في الكويت السودانيه كله حتى الان ما عنده علاقه بالمشاريع، قد يكون عنده علاقه بالاهداف، عنده علاقه بالاحلام، عنده علاقه بالامنيات، انه نحن بنتمنى هدف الهلال انه والله يشيل بطوله افريقيه مثلا، والبيحصل عكس، ولكن الاهداف دائما ما قاعد تتماشى مع الخطط والرؤى اللي انت قاعد تطبق فيها على الارض الواقع. نعم. يعني تسجيلاتك، انتداباتك، مستوى اللاعبين، يعني انت بتتكلم عن الاهلي المصري بيقول لك قيمته التسويقيه يعني 40 30 مليون يورو، تيجي تلقى الهلال 1.5 مليون، مليونين، المريخ كذلك. فبالتالي الكره دي عندها اقتصاديات وعندها تفاصيل مهمه جدا، مهما كانت صغيرة لكن تفاصيل مهمة، الإدارة المحترفة، اللاعبين الأجانب اللي بيحدثوا الفارق، كل الجهاز الفني، الهلال على مستوى الجهاز الفني مش خطوة إيجابية إنه جاب مدرب مقتدر جدا اللي هو فلوران، وبعد ذاك يتعاقد معه ل3 سنوات، ده جزء من الهدف اللي أنت وصلت له، إنه والله يا أخي جبت مدرب ممكن أحقق لك استقرار، لكن على مستوى اللاعبين أنت طالما حتى الآن في مرحلة بتاعت إحلال وإبدال على مستوى الوطنيين ومستوى الأجانب، فبالتالي أنت معناه لسه على المشوار طويل جدا عشان تصل لهدفك. على الجانب الآخر ممكن مشروع العلاجي للمريخ ممكن يتحول؟ هو أنا ما شايف إنه هو ده دي أشياء وضعت تقال على سبيل التسويق، في إنه في زول لا عنده لاعب في الهلال ما عايز يتشطب،
شوف يعني احنا لو ما ثبتنا حاجه مبدا اللي هو انه الجهاز الفني طلع تقرير انه فلان يتشطب، المساله دي ما المفروض تكون فيها حسم، ما فيها عواطف. نعم يعني احنا طالما دا نمشي صح، المدرب قال فلان يمشي، بغض النظر لو جيت انت تكلمت عن ارقام فلان اللي ما يمشي ده بتيجي تلقاه زيرو. ما هو المدرب ما احنا ما بنعرف اكثر من المدرب، بنقول وجهه نظرنا، بعد ذاك الايام بتثبت يا صحتها يا عدم صحتها. اللاعب بيتواجد في النادي بارقام، اذا كنت حارس مرمى او مدافع او لاعب وسط او مهاجم، خاصه المهاجمين يا بيصنع يا بيسجل. الان الهلال اللعيبه اللي هم موجودين في يعني في قائمه الهدافين هم ليليبو مكابي اللي هو لاعب اجنبي، موجود جارجيو، موجود اللعيبه دي كلهم موجودين. نعم شوف اللاعب اللي ما موجود منه ممكن يتوضع في قائمة المشاطيب او الناس اللي ممكن يستغنوا عنهم، بتلقي انه والله المساله دي منصفه، ولكن نحن عاطفيين في زول جاب اللاعب، في زول بيرين انه والله اللاعب ده انه شايفه كويس، لكن المدرب ما شايفه كويس. طالما المدرب ما شايفه كويس يمشي، ما فيها بعد ذاك يمشي المريخ، يمشي يعني بغض النظر انه يعني ريال مدريد، ريال مدريد يتعامل مع رونالدو كيف؟ ده لاعب عظيم. صحيح. برشلونه تلعب يتعامل مع ميسي كيف؟ نعم. يعني اسي الصفقه بتاعت رونالدو جاي السعوديه، الناس كانوا عارفين انه من قبل كاس العالم. في نادي خش في الموز قال داير رونالدو؟ ما في. فبالتالي احنا في زمن بتاع الشفافيه وزمن بتاع وضوح وزمن والغطغه احنا بنسوي فيها. بالذات اذا كان اسي القطاع الرياضي بتاع الهلال يطلع لك نفي يقول لك يا اخي التسريبات والموضوع بيضر بتاع، ما في كلام زي ده. العالم احنا عارفين الاهلي المصري راسي داير يجيب ياتو لاعب، جاب منه اللاعب ما فشل في الاختبارات، طوالي بديله معروف منه، في نادي خش في النص قال اللاعب ده انا دايره؟ ما في، لانه اللاعب انت رسلت له عقد، عارف القيمه بتاعته، عنده وكيل، عنده صحف، عنده شنو، الموضوع بتعرف يعني. التسريب مرات ما بيطلع من السودان، يعني في اشياء كثيره الناس بيعرفوها من الاعلام البري. ما بعد التسريب احيانا بيحصل نفي من النادي نفسه انه ما حصل وما حيكون، لكن ما حصل لانه شوف ما يشوف الشفافيه. يعني احنا برضه شغالين بالمبدا بتاع شنو؟ يعني هو في نسبه بتاع 90% انك انت اللي بتعمل فيه ده يفشل. لاي سبب كان. ما انت في النهايه ما يعني ما نادي بتاع يعني نادي لا هلال لا مريخ ما عندهم ارصده في البنوك باسم النادي مثلا. ما في رصيد في البنك عشان انت باسم نادي الهلال او في لجنه بتاع التسويق او في كده. انه هن عندهم سقف وضعوه، انه والله احنا خدينا مليون دولار او 2 مليون دولار او 3 مليون دولار ده نسجل بها، لا المساله دي ذات خاضعة لامزجه بتاعت الناس اللي بيديروا المساله دي، في انه والله اللاعب انه والله غالى في سعره. انت لما تيجي تسال انه اللاعب ده غالى بكم بتلقيه 200 و300 وبتاع، ده التنافس لك نادي زي الاهلي هو بيسجل ب 3 ملايين دولار. نعم. فبالتالي المعادلة صعبة جدا. نعم. بنفس الشفافية اللي بيتحدث بها أيمن كابوش، خلينا نشوف تجديد كابتن الفريق محمد عبد الرحمن، هل هو مزيد من الضبابية؟ لا ما الضبابية، ما هو محمد عبد الرحمن الآن ما موجود. ولسه عقده باقي فيه فترة. وهو ده كابتن الفريق. يعني كابتن الفريق دائما أو كابتن الفريق الأول بالذات ما بيتعاملوا معه زي يكون باقي اللعيبة. صحيح هو نحن في زمن بتاع احتراف، ولكن في النهايه المساله دي خاضعه للمفاوضات. انا ما اعرف ان الهلال فاوضوا ام لا، ولكن محمد عبد الرحمن يعني ما اظن انه في باله انه ينتقل للاعب لنادي سوداني غير الهلال، الا كان عنده فرصه بتاعت رؤيه اخرى يعني انه يلعب برا السودان. المساله دي كل الناس بيجيبوا معه فيها يعني ما فيها مشكله. نعم خلينا نشوف شنو اللي بيجري في الخفاف الاقالات في المكتب التنفيذي حسن محمد صالح. انا ما اعرف ليه الناس خصصوا حسن محمد صالح، لكن الاقالات تمت لمجموعه كبيره جدا من الناس. تفتكر شنو خلاهم يخصصوا الخدم حسن والهلال محمد صالح؟ ما خصصوا كله، لا ما هو السؤال بس في بتاعكم، لكن نعم لانه حسن ده 17 سنه خدمه، هو كنموذج مثلا. لا هو 17 سنه خدمه في الهلال وما زال قادر على العطاء، يعني بدليل انه هو لما نقالوه وكان في مهمة عنده علاقة بالهلال، لأنه هو كان في الاتحاد الأفريقي بيبحث عن أموال الهلال بطرف الكاف أو كما قال يعني. فالمسألة دي لأنه حسن ده واحد من يعني من العلامات المضيئة أنا شايفها الآن في الهلال، أو الناس بعرفوها. ذول مهموم بالهلال. طيب ليه تمت إغالته مثلا؟ والله تمت إغالته دي رؤية براها مجلس الإدارة، إنه والله شاف إنه حسن ده المفروض يتنحى
يجيب ناس تانين وكده، لكن بعد ذاك الأيام بتثبت إذا كان القرار صحيح. أنا واحد من الناس ضد القرار، ولكن الأيام بتثبت إذا كان القرار صحيح أم خطأ. ونحن في السودان الأخطاء والإغالات ذاته في عدم رضا من المكتب التنفيذي تحديد. المكتب التنفيذي ما من حقه يرضى أم لا، يعني هم في النهاية هم موظفين، ما هو أدرى ممكن لا للموظفين في أي مؤسسة ما يعني ما عندهم المسألة، لأنك أنت زادة خاضع لنفس السلطة يعني. نعم. ونفس التسلط، السلطة والتسلط الاثنين أنت خاضع لين كموظف يعني ما عندك حق. أيمن كبوش والهلال المحلل الصحفي اللي موجود معايا الآن داخل الاستوديو، نستكمل. النائب الأول لرئيس الاتحاد أسامة عطا المنان أعلن فسخ العقد مع الشركة الناغلة من طرف واحد، ونائب رئيس الاتحاد للاستثمار والتلفزة طه فكي أحمد استمرار العقد ده صراع الرجلين إلى أين يقود؟ والله يقود إلى أنه الأندية معمنو، بس الأندية هي وضح أنها مبارح اجتمعت وطلعت بقرار انه والله يا اخي استلمت مستحقاتها واستلمت الزي، وبعد ذلك بقى صراع بتاع فيال الغوي فيه هو اللي بيكسب يعني. إسامة عطا المنان رجل غوي جدا. نعم. ومسيطر، وطاها فكيل الاشياء بقت تسرب من تحته، ولكنه ممكن يستقوى بالانديه يعني. في النهايه ده صراع ممكن يحسمه رئيس الاتحاد، وانا بتوقع انه الشركه الراعيه المصريه انها هي تستمر طالما انه هو الاتحاد يعني يمكن يفسخ العقد مع الشركه المصريه وما يلقى راعي. نحن لو نجي نتكلم برضه بواقعيه وبشفافيه انه للبطوله للجوانب المحيطه بها بيستحقوا. نعم. قومت النفس دي، نحن ملاعبنا حاله معروف، مستوى انديتنا حاله معروف، والأندية ذاتها بس بتتعامل مع المبدأ ده في إنه عصفورة في الكف ولا ألف طائرة يعني. بعد ذاك هي قدامها سي شركة كابيتال، لكن لو فسخوا العقد ما معروف يمكن الموسم يستمر بدون راعي يعني. هل أسامة يريد إنه يبحث عن كشف المستور في العقود اللي حاصلة مثلا؟ هل في خفاف في حاجات ما معروف؟ لا ما في أي حاجة، الحاجات دي كلها واضحة. كشف المسدود ده مهلا في الحاجات اللي بتحصل تحت الترابيزة، ونحن في نحن بيجينا دقيقة ثقافة يعني، بيجينا ثقافة سودانية في انه كل الاشياء الزول بينظر لها اول شيء من ناحية انه انا حيخش جيبي شنو من العمل ده، حتى لو بقى عمل عام. فبالتالي في ناس من باب سوء الظن بيعتقدوا في انه والله الزول الكمل الملف مثلا هو مستفيد، ليه ما يكمل زول تاني يعني كده. انا يعني ممكن انا تحليلي للمسألة دي يكون في الاطار ده. نعم. نعم. خلينا نشوف الرعاية ذات أمير محمد خير دور فيها شنو، في إنه هو لا لا ما عند أمير ما عند علاقة. أمير ده شوفي زي البسطجي بشيل حاجة منك أنت عشان يسلمها لجهة تانية وبيوقع على الموضوع ده. نعم. لكن أمير ده يعني واحد من الناس اللي ظلوا بيلعبوا أدوار خفية كثيرة في الاتحاد العام من زمن صلاح حسن سعيد. نعم. يعني هو ما جديد في الوسط الرياضي، هو أمير وظيفته إنه والله تابع لنادي الأمل العطبرة، فوق لكده هو في المكتب التنفيذي لكتلة الدوري الممتاز. حسب البيان اللي هو كان يتكلم عنه إنه مشى الغاهرة لمرض لحاجة تخصه. نعم. يعني عيان ربنا يشفيه. يعني ما مشى مخصوص. مشى يتعالج، بعد ذلك قاموا كلموه إنه يا أخي والله الشركة دي عندنا باقي مستحقات عندها وكده وبتاع جيبها لنا. يعني شوف ذاته التفاصيل ذاتها يعني فاضحة يعني، في النهاية أنت بتيجي تتكلم عن تفاصيل كده الناس دي المعلوم دي مؤسسات ولا دي الناس في السوق. ايوه لانه دعم الرسمي المفروض يبقى عمل رسمي والمخاطبات والحسابات وكده. الشركه ذاتها المفروض يكون عند الانديه دي ذاتها عندها حسابات عند الشركه تحول لها مباشره او تحول للاتحاد، والاتحاد يحول للانديه. امير بيقول انه والله يا اخي انا كنت مشيت ادوني بتاع سته اموال بتاع سته وجيت وسلمتها لهم ومضيتهم، لما رجعت تاني يعني هو لو ما رجع طيب الشركه دي ما حتجيب قروش ولا الحاصل شنو. لما رجعت تاني للمعاوده الطبيب برضه قالوا لي يا اخي والله في سته دي اسرار اداريه ايمن كبوش، ما كتبه خلي الاسرار الاداريه دي تطلع وكتبه بالطريقه وكتبه دي ذاته يعني. ما هو شككوا فيه جا دافع عن نفسه قال انا والله يا اخي مشيت كذا وكذا وكذا، وبعد ذاك اخر حاجه قال يا اخي انا والله مشيت برضه وشكله بالصدفه قال الملابس جاهزه الزي لابس بتاع الانديه جاهز شحن وقلب البر جابوا السودان نسيت خليه وصل يعني تفاصيل كده بتديك العشوائيه. طيب الشركه دي ذاته منو اللي حيكسب صراعه في الاخر او منو اللي حيفوز؟ وشوف السؤال انا ذاتي انا لو جيت اسال كده بمنطق وبموضوعيه
ان الشركه بتستفيد شنو من الدوري السوداني؟ الدوري السوداني بتستفيد منه شنو؟ يعني العائدات اللي بتخش عليها شنو؟ مو دي مساله برضه بالورقه والقلم بتجي تلقاها هنا وتستفيد حاجه، يعني شركه مصريه عندها. طيب شنو الراوي المعمول الكبير في انه نعم الراوي الكبير حول الشركه والصراع الدائم؟ احنا دائما بنقول كره القدم دي في السودان صراع برا الخشب برا الملعب، يعني في المكاتب في الناي انا حمد الصارع بتاع التفاصيل كلها لما تجي تلميها كده بتلقيها ان هي هو صراع شخصي. يعني خلينا نشوف مرور سريع، هل فعلا أندية الممتاز استلمت كافة حقوقها ام هناك شيء يجري في الظلام؟ لا قالت كده هي امبارح طلعت بيان اجتمعت الكتلة امبارح اجتمعت وطلعت بيان طويل عريض قالت انا استلمت القسط الاول لان احنا ناسي في نص الموسم استلمت القسط الاول وحاستلم الزي لانه وصل السودان وكده واشادت بالشركة الكتلة ذاتها مو هندي لاصحاب المصلحة. نعم الاتحاد العام ده ذاته ما صاحب مصلحة مباشرة. يعني هو بيدير النشاط واي حاجة، لكن ان احنا محتاجين نصل لزمن جاي انه والله الاندية دي تدير منافستها وتدير امورها ورعايتها وتفاصيلها كلها تديرها هي، ما يدير الاتحاد. نحن في ختام رياضتنا وتحليلنا للاخبار الفنية اليوم، خلينا نشوف انتخابات اتحاد الخرطوم وتدخل الاتحاد العام صب مزيد من الزيت على النار. والله شوف كرة القدم دي لو تدخلات في السودان دائما، يعني انت الرياضه دي عندها محاكم مختصه ودائما الخاص، يعني انت طالما عندك نشاط خاص وضعت له قوانين وتدرج ذاته في التقاضي المفروض المحاكم ما تتدخل، المحاكم العاديه او المحكمه العليا التفاصيل دي الناس طالما عملوا انظمه اساسيه جديده ويرتضوا في بالنظام الاساسي بتاع الفيفا وبتاع الكاف وبتاع الاتحاد السوداني، فبالتالي انت خاضع للانظمه دي، فبالتالي وجود المحاكم دائما قاعد يعقد المشاكل في السودان، تدخل المحاكم لان وذات المحكمه انت بتديها استئناف ولا بتديها طعن ولا بتديها يجيك بعد سنتين، المجلس اللي انت انتخبته ذاته بيكون عمره 4 سنوات. نعم. يجيك بعد سنتين او بعد 3 سنين او يجيك الحكم بعد المجلس ذاته ينقضي مجلس جديد، هذه واحده من المشاكل. عشان كده الرياضيين طالما يرتضي انه عندهم قانون وعنده تدرج بتاع تقاضي المفروض يحصروا صراعاته دي في المحاكم المختصه. لا. لكن طالما اسي دخلت محكمه عليا ودخلت محاكم ثانيه وافتت في الموضوع ده وقالت الاتحاد ده ما شرعي والاتحاد العام واقف في خندق الاتحاد الموجود، فبالتالي المساله دي عادي ممكن الاتحاد السوداني يتسبب في ازمه ثانيه زي ما حصل في المريخ. يعني المريخ قبل كده فيه سوداكار رئيس، مشت الوزاره ذاتها لسه الوزاره بتعمل في جوطه دي ذاتها. نعم. تدخلت عينت رئيس محمد الشيخ مدني، جاوبت رئيس محمد الشيخ مدني انا ما عارفه فجاه كده مشى وين، ثاني سوداكال ده جاب رئيس جانا رئيس لحد ما سي طلعوه بخلع الضرس يعني. نعم. خلينا نشوف في ختامنا الاخير وسؤالنا المهم جدا، ملعب المريخ الافريقي، المريخ يؤكد والهلال ينفي. والله شوفي ما هو ده. هو ده كلام برضه للاستهلاك، المريخ ده واضح انه ملعب استاد الهلال. لانه ما سمعنا خبر لحد الان انه الكاف ما في نفي من الهلال. ما سي بقول لك يا اخي يوم الاحد المريخ الكاف قال اداه اخر يوم الاحد انه يسمي ملعبه دي والناس ساكت. المريخ مسمي ملعبه من الصحه. لا المريخ ده مسمي ملعبه انه هو ملعب الهلال. الكاف ده ثاني ما تلقى اي اخطار في انه ملعب المريخ ده وين؟ هو استاد الهلال. ده موضوع محسوم بمعنى ظاهر، يعني الناس ما يضيعوا زمنهم، للهلال يضيع زمنه، للمريخ يضيع زمنه، للاتحاد يضيع زمنه. انتوا لو عندكم قرار قولوا انه ملعب الهلال ده حيستضيف مباريات المريخ واكسبوا زمنكم. اكسبوا زمنكم في قضايا ثانيه، لكن ده بتمشوا ليله تجتمعوا مع الوزيره وتمشوا تتعاملوا اجتماع في الاتحاد العام بين الهلال والمريخ دي كلها جوطه ساكت. المريخ ما عارف نفسه حيلعب وين وقال الكلام ده، يعني انت اول اجتماع لمجلس ابو جيبين طلع قال انا حيلعب في ملعب الهلال. فبالتالي انت الراي العام ده هو متقدم، واضح انه هو الراي العام متقدم عليك بخطوات كثيره جدا، بدليل انهم عارفين انت اللي بتعمل فيه ده استهبال. لكن المريخ حيلعب في استاد الهلال. كل يوم في نفي من انه من رامي كمال في انه المريخ ما حيلعب في استاد الهلال. انت سمعتيه بالصوت ولا بالجرايد ولا بالجروبات؟ سمعته بالايرفيس.
سمعت من المنتج شخصيا. هو ده كلام بيكون برضه يعني ده تكتيك بس يعني. يعني انا اتوقع انه يكون تكتيك لكن ما اظن المريخ حيلعب في ملعب غير ملعب الهلال. انا سعيد جدا الا القيامة تقوم يعني. يبقى معنا احنا في 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 سودان واحد المفروض نتسامح في الحاجات اللي ممكن تقدمنا لقدام. المريخ يلعب في الهلال والهلال يلعب في المريخ وده شيء طبيعي جدا. هم عارفين انه الجوطه دي بتخلين انهم في الملعب يفشلوا. صحيح. والهلال والمريخ ده لو نقاطهم ما قصد شوف الموسم ده لو نقاطهم ما ضافوا نقاط التمييز بتاع الاربع انديه ذاته حنفقده وما ما في زول مخلي باله للمساله دي. نحن بنلعب باربع انديه صحيح السودان ما مستفيد لكن في النهايه بتديك ميزه. اربع انديه في دول متقدمه عليك ما قاعد تلعب باربع انديه لكن نقاط الهلال والمريخ هي اللي رفعت المساله دي. لكن لو استمرينا في الجدل بتاعنا ده هنفقد الميزه دي. الاستاذ ايمن كابوش انا سعدت بحضورك من خلال صباح الشروق وبالجوله الصباحيه وبصحيتك الصباح في انه تعيش معنا اجواء كرويه. شكرا جزيلا لوجودك وشكرا لاطلاعتك على صباح الشروق. الله يخليك. شكرا. كل الناس اللي رافقتنا وتابعتنا من خلال صباح الشروق ابتداء من العيون وسحرها والجمالة من الأغنيات وأيضا مرض السكري وعلاقته بالعيون دي كانت رشدتنا الصباحية. علاقاتنا الاجتماعية أيضا كمان هي كانت حاضرة معانا من خلال هذا الصباح والرياضة وكل الناس اللي بيحبوا الرياضة والكرويين بالتحديد والمهتمين بالأخبار الفنية لكل الأندية الرياضية. رياضتنا كانت حاضرة مع المحلل الأستاذ الصحفي الرياضي أيمن كابوش. سعيدة جدا بالتواصل معكم. شكرا جميلا. شكرا كثيرا. ألتقيكم إن شاء الله في مساحات مختلفة عبر شاشة الشروق الفضائية. لحين الالتقاء في أمان الله.